حد فيكم سأل نفسه هو ليه الناس مهتمة قوي بمسلسل راجعين يا هوا؟ ليه الناس منبهرة بالحوار اللطيف، الصورة الهادية والرايقة والتفاصيل الكتير اللي في المسلسل؟ محدش سأل نفسه ليه؟ لأنه ببساطة في ريحة مسلسلات زمان. لو رجعت للتتر هتلاقي إن المسلسل هو قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وده طبعا واحد من أعمدة كتاب الدراما اللي تابعناها لسنين طويلة وبقى جزء من نوستالجيا الشهر الكريم. تعالوا نفتكر مع بعض أشهر كتاب الدراما الرمضانية في التقرير الآتي. شهر رمضان المعظم هو ماراثون لصناع الفن لتقديم أفضل الأعمال الدرامية والتنافس بينهم للاستحواذ على أكبر نسبة مشاهدة. وفي فترة سابقة كان لشهر رمضان ملوك يتربعون على عرش الدراما التلفزيونية، خصوصاً في مجال التأليف والكتابة، ومنهم الكاتب يسري الجندي الذي استعان بالتراث الشعبي لتقديم أعمال مميزة بأسلوب سلس للجمهور. ومن أبرز أعماله التي ارتبط بها المشاهدون السيرة الهلالية، والتي قدمها في 3 أجزاء مع المخرج مجدي أبو عميرة، وهي من الحكايات الشعبية عن أبو زيد الهلالي. وقدم يسري الجندي مع المخرج إبراهيم الشقنقيري مسلسل علي الزيبق الذي تدور أحداثه في عهد المماليك، كما قدم مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ مسلسل جمهورية زفتة بطولة ممدوح عبد العليم وصابرين ومحمد منير. العواف يا إبراهيم. الله يعافيك، تعالي. أجي إيه؟ أنا مستعجلة بدور على أبويا. هو أبويا مش هنا؟ مش حدا أبوك؟ لا لا، حدا أبويا عم الجاب، خلي الباشا. طب أعمل أنا بقى إيه دلوقتي يا ربي؟ أعمل إيه؟ هقتل على ابويا ده بقى فين؟ ايه يا بنت عامله غلغله ليه؟ ايه هتلاقيه هنا ولا هنا؟ يعني هيكون الجيز كده ايه؟ عارف معاهم؟ ومن الرائع يسري الجندي الى العملاق اسامه انور عكاشه، ودائما ما كانت اعماله هي الاساس في دراما رمضان على مدار سنوات عديده، وشكلت اعماله وجدان الكثير من المصريين والعرب من خلال مسلسلات الشهد والدموع، الرايه البيضاء، انا وانت وبابا في المشمش، ضمير ابله حكمت، والمصرويه. أنا حاولت كتير مع أولادي بدل ما يقضوا الصيف كله في اسكندرية يروحوا يقعدوا شوية عند عمتهم في الفيوم. حاولت أقنعهم إن الفيوم دي جنة، مفيش فايدة، يقولوا لي إحنا ما بنحبش نروح الفلاحين. ده نوع من الجهل والنفخ الكذابة، متفاشي عند أولاد الزوات. انت لسه برضه حمقي ولسانك طويل؟ ما تاخذوش يا حاج، هو ما يقصدش ولادك، ده بيتكلم عمومي. ومن اشهر اعمال اسامه انور عكاشه التي ارتبطت بالجمهور مسلسل ليالي الحلميه باجزائه 5، وحيث اصبح ابطال هذا العمل جزءا من حياه المشاهد اليوميه لسنوات طويله. كذلك مسلسل ارابيسك الذي حقق نجاحا كبيرا، وهذا العام رغم غياب الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة عنا بجسده إلا أن أعماله ما زالت حاضرة، فنشهد هذا الموسم مسلسل راجعين يا هوى الذي كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد الملك ويخرجه محمد سلامة، ويقوم ببطولته النجم خالد النبوي مع مجموعة من النجوم منهم هنا شيحة، نور، طارق عبد العزيز، أنوشكا، ووفاء عامر وآخرون.